بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قلنا بقى واحنا بنشرح ان الحق سبحانه وتعالى لما قال ان من شيء الا يسبح بحمده، يعني ما من شيء موجود الا هو يسبح. فالناس اللي بدهم يخففوا المسائل قال لك تسبيح دلالة على وجود الخالق، نقول له ولكن الله قال ولكن لا تفقهون، فلازم يكون تسبيح تسبيح. ولذلك لما قالوا أن صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده، قلت لهم وإحنا في السعودية، قلت لهم التعبير ده غلط، لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. قولوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، هذا الكلام اللي انقال، مش سبح. طب ما بيسبح في يد الكافر، خلاص كده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله قال علم إلا أن يعلم الله. علمنا منطق الطير، مش كده؟ علمنا منطق الطير، يبقى اللي ربنا يعلمه يبقى إيه؟ يسمع. الحق سبحانه وتعالى كلم كلمتين في مسألة سيدنا سليمان: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. الله جاب كم مرحلة؟ تعذيب وذبح، وبعدين خففه قال أو يجي لي بحجة، يجيب لنا حجة إن هو كان غايب ليه؟ ربما كان صغيرة بعيد وجاء قال له كلمة لو عذبنه أو لأذبحنه نفعتنا. كانوا الجماعة القضاة المستشارين الكبار في اسكندرية دعونا عشان يبحثوا عن حدة أشياء. أول موضوع أساوي مسألة الرجم، رجم الزاني والزانية في القرآن، قالوا ما وردش نص صحيح في القرآن، ولكن ورد في آية مش موجودة، هي بقيت حكما ومنسوخة لفظا. الشيخ والشيخوخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هم قالوا ما فيش في القرآن دي اللي عندنا، يعني منسوخة دي. فقلنا لهم طب اقروا الآية دي: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. إذن فيه عذاب، العذاب إيلام لحي، إنما الذبح إبطاء لحياة. خلاص. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن رجم الأمة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليه نصف ما على المحصنات. قال لك الرجم ما ينصفش، حجتهم الرجم ما ينصفش، يبقى النصف من العذاب مش من الرجم، يبقى ما فيش رجم. خلاص. طب نشوف بقى العذاب نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى مش من الرجم. النصفية في العذاب بس، إنما الرجم كله واحد زي بعضه. التنصيف منين؟ من العذاب. والعذاب مقابل للذبح. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى إذن الرجم اللي بيموت زي الذبح مش موجود عندهم، يبقى له الحكم العام. له الحكم العام. نشوف الحكم العام ده بيجي ازاي. قال لك فيه بالنص، ويمكن واول النص. فاذا وجد بالفعل من المشرع يبقى الفعل اوجى من النص ولا لا؟ يبقى ما جاتش في القران، انما جت في فعل النبي حينما رجم الغامديه او ايه ومعز. نعم. وهو العزيز سبح، وهو العزيز. العزيز
هو الذي يغلب ولا يغلب. والعزيز حتى بيقول على النادر اللي ما فيش حاجه زيها ابدا شيء عزيز، يعني شيء نادر ما فيش زيه، يبقى ما فيش زيه، في انه يجمع الاثنين، لان الغلب مره ربما يغلب مره اخرى. فقال لك ده يغلب ولا ايه ولا يغلب، يجير ولا يجار عليه. نعم. والعزيز مش لانه عزيز بقى لا يغلب ويغلب، دي يعني تديله يعني ما اصله حكيم، بيوضع كل حاجه في حكم بحكمه، يبقى ما تاخدهاش على انها جبروت يعني. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض. له ملك السماوات والارض، احنا قلنا فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك، الميم يعني بتاعه. ما هو الملك وما هو الملك وما هو الملك؟ الملك هو أي شيء تملكه، إنما الملك أن تملك ما من يملك، ده الملك بقى. طب والملك؟ المقدرة بملكنا، مش في القرآن بملكنا؟ بملكنا. نعم، سأل موسى كده، ما أخلفنا موعدك بملكنا بما نملك، ده احنا أخلفنا غصب عنا. نعم. وبعدين فيه وملك، إن الباء لله ملك، ده اللي مقطوع انهم من الملائكه، من الايه؟ من الملائكه. له ملك السماوات والارض، يبقى ملك معناه انه يملك من يملك اشياء. والارض مثلا انت تملك شويه وده يملك شويه، انما الملك الكل بقى بيملك ده وده، يبقى ده ملك. له ملك السماوات والايه والارض. الحق سبحانه وتعالى قلنا ثلاث مراحل في مره في حلقه هنا برضو، قلنا فيه ايه؟ ملك السماوات والارض. والسماوات والارض ظرف للمخلوقات، السماء ظرف للملائكه، وبرضو الارض ظرف للايه؟ للملائكه، لان الحفظه موجودين ويانا ومش عارفين. طيب الحق سبحانه وتعالى لما يقول له ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض نفسها عجيبة، خلقتها عجيبة. فلما يقول وبعدين له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى الظرف والمظروف، عادة المظروف أنفس من الظرف. لما تكون عندك حاجة كويسة وتحطها في خزنة، يبقى اللي تحط في الخزنة دي أنفس من الخزنة، والخزنه دي مره تحط فيها حاجه نموميه، شويه فلوس شويه مش عارف ايه، انما مثلا حاجات نفيسه قوي ذهب وقوت وبتاع، في الدرج ثالث الايه في الخزنه يفتحوا كده بمفتاح مش عارف ايه وتحطه فيه. الله. يبقى على قدر نفاسه المحفوظ بيكون الايه الحافظ. فملك السماوات والارض هذا ظرف، عجائبه كثيره جدا، لكن اللي فيه اعجب. وبعدين له ما في السماوات والارض اللي نعرفه، وبعدين قالنا له غيب السماوات، يعني حتى ما غاض عنكم كمان، يبقى كم مرحله؟ له ملك السماوات والارض ظرف، وبعدين ما في السماوات والارض مظروف، وده اللي نعرفه، وغيب السماء اللي لسه ما نعرفهوش، اللي كل وقت يطلع حاجه، كل الكنوز اللي بتطلع من الارض، الكنوز اللي بنشوفها دي كلها ايه. ولذلك ربنا بده الفتنه ان مثلا ايه له ما في السماوات وما في الارض، وزود وما بينهما وما تحت الثرى، تجد بقى الاستنباطات كلها ماشيه في الايه، فاستنباطات الاسير والحاجات اللي دايما من الجو، واستنباطات النفائس كلها من الايه ما تحت الثرى، البترول ومش عارف والايه 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 والايه، كل دي. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت. يحيي ويميت، يحيي مين؟ قال لك له خلقنا من عدم فأحيانا، وبعدين هياخدنا يحيينا، وبعدين يموتنا، وبعدين ايه يحيينا. ولذلك ايه بتنا اثنتين وأحييتنا ايه اثنتين. نعم، يحيي ويميت. ولذلك لما اللي بيجادل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
أن آتاه الله الملك، يعني اللي خلاه يحج أن خلاصة أن ربنا اداله إيه ملك. إيه اللي حصل؟ اتناقشوا إزاي؟ قال له ده بيقول ربي يحيي، ألا أنا أحيي وأميت؟ هو إزاي يا سيد تحيي وأميت؟ أنا أأمر بقتلك ثم أعفو عنك فأحييك. ربنا ما حبش يطول الجدل، وإن كان الجدل لا مش كده، لا موته وبعدين يحييه. موته مش تقول أنا أأمر بالموت ثم لا موته، موتوش يبقى أبقيته حي. ولكن الله ما حبش يدخل في السفسطه دي بتاعت امر سيدنا. قال له ايوه، طب ربي ياتي من الشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، ونقصر الايه؟ ونقصر النقاش. فلما واحد يجي في خصومه ويقعد يلففها كده شوف اسطائيه ومش عارف ايه، تقوم انت تجيبها له زي ما نقول هاتها من الاخر، وتقوم فضيها وربنا جابها من الاخر. ربي الذي ايه؟ الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي انت بها من المغرب، قدامنا اهي. ولذلك قال فبهت الذي كفر، بهت غلبته الحجة فلم ينطق، زي ما يقولوا فلم ينبس ببنت شفا. نعم، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، على كل شيء. طب ما هو ده كان أحيا من عدم وبعدين يموت وبعدين إيه يحيي، ما دام أفعينا بالخلق الأول ده دليلها موجودة، وده احنا ما ده احنا جبنا من عدم، فلا أن يكون له موجود ونجيب عظامه ونجيب مش عارف إيه، بقى أسهل. ومش قال وهو أهونه؟ وهو أهون، وإن كان ربنا ما عندوش أي وأهون، إنما بس مجاراة للخلق. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، والملك دي الملك لأنه أوجد، ولأن له قيومية، قيومية تبقيه على ما هو عليه. ولذلك يقول لك ايه، خد بالك انا مش خلقت وخلاص كده، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ادي القيوميه، ولئن زالتا ان امسكهما من احد، ما حدش يقدر يجيبهم. فمش بس خلق وخلاص، لا، خلق وله قيوميه تبقي ما خلق. وهو على كل شيء من عدم او من موجود او بقيوميه الايه تحفظ للشيء وجوده كما خلقه عليه. هو دي سموه ضمير الغائب، وضمير الغائب لا يتأتى إلا إذا سبقه إيه؟ مرجع الضمير. زيد زارني فأكرمته، أكرمت مين؟ اللي زارني دي، يبقى زيد هي اللي، يبقى إذن لا بد للغائب من مرجع يعود عليه. وقد يفهم من سياق الكلام كما قلنا حتى توارت بالحجاب أي الشمس، وزي ما قلنا بلغت الحلقوم يعني الروح، وزي ما قل إيه هناك آية الشمس كده مثلا على الأرض، وإن ربك لذو مغفرة، أنت قلتها هو. يبقى إذا قيل هو بضمير الغيبة لا ينصرف إلا الإله الواحد اللي ما فيش زيه، هو. ولذلك ألف في الأحدية، سورة الأحدية، قل هو اللي هو مين يا أخي؟ الله. الله بعد على المتأخر، قال لك لأنه ما دام يقول هو يبقى ما فيش إلا هو اللي بس. هو الله إيه؟ قل هو الله، قل هو الله، ما تقولش إن الضمير عاد على المتأخر، ده الضمير عاد على إذا جاء الغيبي لا يمكن أن يكون إلا لله. الله. نعم. ولذلك هو الله أحد، الله أحد، لكن احنا الكلام في عبادنا إله واحد مش كده؟ قال لك ما يدي لها معنى ودي لها معنى، هو واحد وأحد الاثنين، بس واحد لها متعلق وأحد لها متعلق. واحد أي ما فيش فرد تاني وياه، كلام صح. طب وأحد رغم أنه واحد ما فيش شوية، ليس مركبا من أجزاء بحيث يحتاج كل جزء إلى جزء آخر. يبقى الأحدية في تركيب الله، والواحدية في الإفراد، هو واحد لا فرد مثله، وأحد لا تركيب في ذاته، لأن التركيب يؤذن بأن كل جزء محتاج إلى الآخر. العين محتاجة للودن، والودن محتاجة للمشارك. نعم.
هو الأول يعني قبل أي وجود، لأن ما دام هو اللي أوجد يبقى معنى اللي أوجد يبقى كان موجود قبل كده، هو الأول. وبرضه هو الآخر يعني بعد كل موجود. إحنا لما قلنا في الدعاء إيه؟ يا أول لا قبل الآخر، ويا آخر لا بعد الأول، ولكن ذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ظاهر باطن، الظاهر يبقى لنا كلنا، وباطن يعني عنا كلنا. طب ظاهر بإيه وباطن بإيه؟ شيء واحد يبقى ظاهر باطن؟ قال لك آه، الظاهر بآثاره في الوجود الذي لم يدعي غيره. نوالا لخلقت الإنسان وخلقت الكون، ما حدش قال لا دن اللي خلقت، وصاحب الدعوة أحق بها ما لم يوجد معارض. وضربنا المثل بالناس اللي قاعدين في قاعدة ويا بعض كده في البيت، وبعدين لما انصرفهم وجد الخادم محفظة فلوس قد كده، فقال له قلنا له اتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين فلان وفلان وفلان، قلنا انت اضع لك حاجة. فقعد يمسك التليفون ويمسك يقول له انت اضع لك حاجة، يقول له لا هو لسه بيكمل. طرق الباب فدخل واحد، والله انا كنت عندكم هنا المحفظة بتاعتي وقعت، ولم يدعها احد من اللي كانوا موجودين. يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ قال انا الاله الواحد، ما فيش غير لا اله الا الله، فاما ان تكون حق او لا تكون، فان كانت حق فقد كفينا، وان كانت غير ذلك لا، والعياذ بالله. نقول له طيب لما قال كده امال اللي خلق وعمل دي ما ساكت يعني ما دريش ولا ايه؟ لما كانش دري يبقى يعني نايم على ودنه. طب وان كان دري ما راحش ليه كده؟ قال له انت ازاي تاخد مني الكون وانا اللي خالق وتدعي ان انا خلق؟ وازاي؟ شوف القران بيقول ايه، قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يروحوا له تعالى ما نشوف ايه اللي خد منا الكون ده، ما حدش ايه خسر. يبقى هو الظاهر اي باثاره التي لم يدعها احد. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وما حدش ادعاه. يبقى ظاهر بآثاره في الكون لم يدعها أحد، تبقى بتاعته. طيب وباطن، باطن بإيه؟ بذاته لا تدركه الأبصار وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه لو كانت تدركه يبقى محدد، يبقى له ناس قدامه وناس خلفه، وربنا ما في زمان ولا مكان. ليه؟ قال لك لأن الزمان والمكان خلق به، يبقى ما يكونش بقى هو له زمان ولا مكان. وذلك ما تقولش فيه متى ولا أين، لأن متى وأين جاءت منه، جاءت منه هو. نعم. ثم تعالى بقى وخد بقى الذي يؤكد هذا بالدليل الواقعي اللي نعرفه كلنا، كلمة عدل اللي بيضع ميزان للحق والباطل. يبقى العدل ده اللي بيقولوا عليه أساس الملك، العدل أساس الملك. طب إيه العدل ده يا سيدي؟ شفته، شميته، لمسته، لا عرفت بأثاره بس، في إنه بينصف المظلوم بس، وهو ده اللي بيمشي عليه الحق. طب الحق شكله إيه؟ يبقى إذن فيه موجود يدير ولا يدرك، زي ما قلنا في الروح. الروح ما نعرفش يتنا حتى من جسمنا، فيبقى عايز تعرف ربنا فين؟ ده مخلوق له لم ندر أين هي بعد فيه، ما دام مخلوق له. يبقى الظاهر بآثاره والباطل بذاته وأسراره. الله الله، وهو بكل شيء عليم. أما الظاهر فلأن الظاهر يشوفه، والمستخبي برضه يعرفه لأنه باطل، لا ده عينفد منه ولا ده عينفد منه. هو الذي خلق السماوات والأرض، ده بيتكلم بقى عن إيه؟ اللي سبح بسبح لله ما في السماوات والأرض، أبقى هيتكلم السماء والأرض دول إيه؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
ثم استوى على العرش. خلقهم في ستة أيام. هو خلق ده بيخلق بكون وكون مش عايز لا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة، ستة أيام. قال لك فيه شيء اسمه عمر التكوين ومراد التكوين. جبنا مثل زمان للزبادي، الزبادي اللي بناكله ده، بنعمل زبادي بنعمله في دقيقة، بنجيب اللبن ونحط في حتة خميرة، هذا الزمن، ونسيبه بقى المدة اللي يتفاعل هو مع نفسه. يبقى الست أيام مش خلق علاج بنعمل، ده الست أيام عمرها عنده زي الزبدية، ما تقعد حتى 12 ساعة عشان تبقى زبادي، عشان تبقى ايه زبادي. يبقى الزمن ملوش هنا. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ستة أيام، الآيات كلها ستة أيام. المستشرقين بيمسكونا في حتة من دي يقول لك الآيات كلها أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكنهم حينما جاءوا بسورة غافر هم أريين فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الإيه؟ خلق الأرض في يومين. خلاص. وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء فقال لا والأرض ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. يبقوا كام؟ يبقوا هنا ثمانية. هم مسكونة في الثمانية، لكنهم من عدم ملكة اللغة عندهم ما فطنوش إلى أن الأرض خلقت في يومين ثم خلق تمامها فيما يأتي، وجعل فيها رواسي في الأرض وبارك فيها في الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى أكن المدة اللي خدتها الأرض أربعة أيام، زي ما تقول أنا سافرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين، يبقى مدة الطنطة في الساعتين، ولا جبنا ساعتين تانيين ما دامت تماما يبقى في تمام، ما دام المخلوق تمام الأرض يبقى الزمن تمام الزمن، يبقى ما دام الزمن تمام الزمن يطلعوا ستة أيام ولا لا؟ أيام. ثم استوى على العرش. الله. ثم استوى على العرش. استوى بقى العلماء اختلفوا فيه، ولذلك ابن القيم قال فلهم مقالات عليها أربع قد فسرت للحاج الطرعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك الذي قد صعد ما فيه من نكران، وأبو ويدة يقول تفسير استوى بحقيقة استعلى من البهتاني. نقول لكلكم لا صعد ولا علا، إن كان على العلا عالى عن كل حاجة وعلى على كل حاجة مش على العرش بس، إنما استوى لأن مدام هيخلق خلق ويخلق لهم السماء والأرض وعمل لهم كل حاجة دي يبقى خلص الحكاية دي. استوى يعني إيه؟ أنجذ الكون. مدام أنجذ، فلما استوى إيه؟ إذا بلغ واستوى، ولما بلغ استوى يبقى معناه إيه؟ بلغ الكمال. ولا يستوي المالك في أعرافنا على العرش وعنده جماعة يشاغبونه، إنما يستوى العرش ويقعد لما يكون الأمر إيه؟ استتب له ولم يعد له معارض ولا إيه؟ ولا مخالف. وذكر استوى دي موجودة في القرآن في سبع مواضع، اقراها كده. ففي سورة الأعراف وذكر استواء الله في كلماتها على العرش في سبع مواضع فاعدلي. ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة، كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد. الله يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها
هنا بقى لك هو يعرج فيها ولا يعرج لها؟ الله يعرج فيها ولا يعلم ما يلج في الايه؟ ويعلم ايه؟ ما يخرج ايه؟ مش كده؟ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. السماء كلمة مفردة، إنما المراد الجنس، لأن كلهم سبع سماوات، يبقى مش لها، مش للسماء ده، فيها في السماوات يعني كلها السماوات. وفيه فيه فيه بمعنى اللام. أخي بالصلاة إيه؟ لدلوك الشمس. نعم. وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم، ده البشر دلوقتي عمل آلات يخليه يعرف أعداؤه بيدبروا إيه بالليل، وقولك صوت وصورة. وده عملوها ليه؟ لأن ما لهمش ذاتية تعرف، إنما اللي له ذاتية تعرف يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طب هو لو كان معية علم ما يقولش والله بما تعملون بصير. ده جاب البصر اللي هي رؤية يعني كده. بس خد المسائل كده علي، ما تتصورهاش انت بقى بعقلك انت بقى، خدها بكمال الكمال الكلام فيه. نعم. له ملك السماوات والأرض. الله. طب ما هو قال ملك السماوات والأرض، قال ما حدش خدع منه برضه. له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور. مش نفدته بالخلق كده وخلاص، لا، كل واحد بقى يعرف مركزه ويوضب أموره، علشان هو إيه سيرجع إلى مين؟ إلى الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.